صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الثوب إلى نصف الساق مع أن المجتمع الذي أنا فيه يلبسون الثياب فوق الكعبين، وهل ذلك لبس شهرة؟ وإذا كان كذلك فما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه؟ هذا بالإزار، أول شيء هذا بالإزار، ما هو في الثياب، إزرة المؤمن هذا بالإزار. ثانيا الثياب التي جاءت إلى الكعبين هذا آخر شيء، إلى الكعبين أو إلى نصف الساق. فإذا عمل المجتمع بطرفي السنة، المجتمع كله على الكعب، فأنت لا تخالفه، البس إلى الكعب، فإن خالفتهم صار شهرة. وإذا كانوا كلهم إلى نصف الساق أنت لا تلبس إلى الكعب، يعني تصير شهرة بينهم، فأنت توافق المجتمع ما دام أن المجتمع على نوع من السنة. أما إذا كانوا يلبسون تحت الكعب لا، لا توافقهم عليه، يعني هذا حرام وليس هذا الشهرة، هذا موافقة للسنة. نعم.